مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ركزت المملكة المتحدة على تطوير أنظمة العقوبات المستقلة لديها، وذلك لفرض عقوبات جديدة تمكن لندن من فرض عقوبات لتعزيز احترام سيادة القانون. وفي هذا الإطار صرح وزير الخارجية دومينيك راب عن عقوبات جديدة ضد 5 أفراد متورطين بالفساد في كل من غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق. تستهدف العقوبات الجديدة أفراداً متورطين بفساد خطير في العراق وغينيا الاستوائية وفنزويلا وزيمبابوي. والعراقي هو نوفل حماد السلطان، محافظ نينوى السابق، المتهم ضمن هذا الإطار من قبل لندن، حيث اختلس الأموال العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين، ومنح العقود وممتلكات الدولة الأخرى بشكل غير صحيح. ويقضي السلطان حاليا عقوبة سجن مدتها 5 سنوات في العراق بتهمة الفساد، بما في ذلك إهدار 5 مليارات دينار بأشغال وهمية. تقول بريطانيا إن الإجراءات التي اتخذتها تستهدف الأفراد الذين سرقوا ونهبوا أموال دولهم، وألزمت نفسها بمحاربة آفة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن تأثيره المدمر الذي يستنزف ثروات الدولة الفقيرة. تأثير تلك العقوبات طويل المدى على الأعمال وتأثيره الرادع ما يزال غير واضح مع استمرار فضائح الفساد في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن حكومة بريطانيا ستكون عرضة لضغط كبير لاستهداف المزيد من الأفراد والشركات الذين يقعون في نطاق النظام الجديد. من جهتها، رحبت أمريكا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على محافظينين والأسبق نوفل العاقوب بسبب الفساد المفرط. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هؤلاء ومن ضمنهم العاقوب كانوا محددين بالفعل لدى واشنطن كمسؤولين فاسدين، وإنه تم شراء 5 أصولهم في أمريكا بعائدات فاسدة، ولكنها صودرت بنجاح فيما بعد عن طريق المحاكم الأمريكية.